إما الرجال يخرجوا الجبهة ولا النسوة. أما المزاحمة في البيوت رجال ونسوة نمشي سوا، واحدة من الثنتين. إذا ما فيش عند الرجال استعداد جلسوا في البيوت وخلاها النسوة وهن يخرجن. معركة شرف ودين وكرامة، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد، اسمعوا هذا الكلام، لا عذر لأحد. واجب شرعي فرض عين على كل قادر أن يذهب إلى الجبهة. الله تعالى قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هل يقبل أحد منكم أن يبقى مع الخوالف؟ قال الله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقال ربنا تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الواجب على الجميع كل قادر وغير القادر على القتال يبني المتارس، يحفر الخنادق، يعمل في الإسناد اللوجستي، يجمع التبرعات، يحشد، يعمل في الإعلام، في الطب، في أي مكان، في التوجيه المعنوي. المهم المعركة معركة الجميع، لا يتخلف أحد. أنا أتألم عندما يكتب عن الجبهات ويقال لماذا لا تتحرك هذه الجبهات حتى يتحرك القاعدون مع الخوالف. اللي بيكتبوا ويسبوا اللي في الجبهة، اللي في الجبهة عنده حقول أمامه حقول الألغام ويواجه الكاتيوشا والهوزر والهاون والدبابات والمدفعية والقناصة وبدون معاه والما 30 يوم وهو بيتيمم وقد التصقت البدلة العسكرية على بدنه، ويأتي واحد ما يساوي حذاء واحد من هؤلاء ويكتب عنهم هؤلاء ما يرغبوش في الجهاد، هؤلاء يضحكوا على الناس، هؤلاء ما يعني هؤلاء يتكلم على الجبهات كلام. الذي في نام خونة، والذي في صرواح أعجبتهم الراحة، والذي في قانية مش حق حركة، والذي وانت حق ما أنت من أنت تتكلم على هؤلاء؟ هؤلاء الذين جرح البعض منهم كم مرة؟ مرتين، ثلاث، أربع، ست. هؤلاء الذين نشاهد من أبناء محافظة صنعاء سلمى الحنيشي منه خمسة من أولاده وحفيده السادس، ومن أبناء محافظة مأرب الكثير، وتجدون أحدهم أب الاثنين شهداء محسن جحدة وأخ الأربعة شهداء، ومن أبنائهم من الإخوة الأربعة اثنين كل واحد منهم مع اثنان من الشهداء، يعني عشرة أولاد واحد. نجد مثلا ابن الرقيب 16 شهيد، أربعة أولاد مبروك رقيب. نجد هنا من صرواح الذين يقولون ما أين هم أين أحمد مبارك الشريف أولى أربعة من أولاده، غير اللي من أسرة الشريف الآخرين الكثير، وكم 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 تعد ما يتسع الوقت. لكن أنا أتكلم عن الذي يتكلم عن الذي في الجبهة، الذي في الجبهة هم الرجال الأحرار الأبطال. وأنا أقول لولا هؤلاء يجب أن يعرف الناس، ما إحنا موجودين في هذه المدينة، نحن الله أعلم في الصحراء في أي صحراء تائهين، ولا مع المارب لا غاز قاط غواطر ولا دكاكين ولا عد بالبيوت، هذا الفلان قد فجروا هالحوثيين، ولا عد بالشيخ، انقذ المشايخ كلهم بيطبلوا وبالطاسة والمرفع يعني عند عبد الملك قدامه، أيهينهم مثل ما بيهين المشايخ الذي طالع اعتبروا. لولا أن الله يسر هؤلاء الأبطال ودماء الشهداء. وسمعتم ابن شهيد ما يقول لكم، نحن على العهد وسنمضي. وكنت في أمسية للنساء وإذا بالمتبرعات، واحدة بنت شهيد، واحدة أم شهيد، واحدة زوجة شهيد بالذهب. بدماء هؤلاء وجدت الدولة، وإلا ما كان هناك رئيس ولا نائب ولا حكومة ولا كنا موجودين هنا ولا كان حد يقدر يفتح لنا دكان ولا كان معنا مشايخ الواحد يمشي أنا رافع راسه، كلنا مشايخ ما عاد شرعية. العسكري عندنا أفضل من مشير عند الحوثي، يأتي المشرف الحوثي وزارة الدفاع ويهين دكتور لواء ركب ويزحفه ويلطمه. نعم لابد أن نعرف قدر هؤلاء الأبطال الذين في الجبهات رفع الله قدرهم.